بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كتيبة القدس شريف حلب الغربي نعلن عن قيامنا بأسر عدد من جنود النظام في معركة خان العسل الأخيرة. والأسرى اسمها سليمان صلاح، رقيب سليمان علي صلاح، رقيب احتياط مدينة طرطوس، كان اختصاصي حرس جمهوري، تابع لحرس جمهوري 106، كان اختصاصي بارودي مشاة خان العسل. وأنت؟ عمار قلاطة، رقيب مجنة، الفرقة 14، اختصاص مشاة مستحمل سلمو بندقية. وانت؟ محمد عطية يوسف، طرطوس، الساحة الفراج، عريف، لواء 106 حرس جمهوري، قائد دبابة. وانت؟ أستاذ أحمد محمد، اختصاص بارودة، لواء 106 حرس جمهوري؟ حرس جمهوري. انت مجند؟ مجند. شلون انت وصلت الجيش؟ وصلت على الجيش كمشت على الحاجز. بالنسبة للكيميائي اللي انضرب بخان العسل، مين كان فيكم موجود؟ أنا في خان العسل. تفضل احكي لي الشكر اللي سواه كيف؟ كنا الصبح الساعة حوالي 7:30 تقريبا الصبح نايمين. اجت زارت لنا عالم مدنية صاروا يعيطوا باعوا نسوان، تريد النسوان. صاروا كان في طيارة بالجو صاروا يقولوا طيارة. ايش كان في بالجو؟ كان في جو طيارة. صاروا يقولوا الطيارة ضربت كيماوي، مدنية صاروا يقولوا الطيارة ضربت كيماوي. قاموا قسم من رفقاتي راح معهم حتى يسعف الناس المدنيين بالارض، هني كانوا مدنيين لان راحوا يسعفوا رفقات تصابوا بالكيماوي عادوا منهم، بس ما حد من رفقاتي مات يعني، بس اللي مات ابويته مدنيين. اللي ماتوا مدنيين كلياتهم؟ وانت وين كنتوا؟ احنا كنا اللي بعد حوالي 560 متر عن الموقع اللي انضرب منه. شلون شفتوا معاملتنا احنا الاسرى اللي عندنا؟ الحمد لله رب العالمين، ما عم تعاملونا غير مثل ما وصلت العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلنا الشهر. شاف فضيلة الله صلى الله عليه وسلم العيد قصيتهم شعارنا الحمد لله كان شعارهم مضبوط. وعلى بالنسبة لإصاباتنا كلنا الحمد لله متصابين وكله تداونا جهاز دكاترة مو دكتور واحد. اثنين الحمد لله رب العالمين. يعني أحيانا بيكون موعد تغيير جرح نحن بنطلب يغيرون على الجرح. وأنت يا عمار شو تقول؟ يعني المعاملة كانت أكثر من منيحة حتى خصوصا يعني أنا إيدي مشورة فورا طبطوا لي إياها. وحتى الجروح اللي بيجري كمان كانوا يغيروا عليها باستمرار. واحيانا كمان نطلب من الجرح اللي بدنا نغير عليه احنا كمان كانوا فورا يغيروا عليها. بدي اسالك سؤال عمار، مو عمار، كان في شيء من حزب الله او من ايران او هيك في المنطقه؟ انا والله سمع انه في، بس شو بعيني والله ما شفت. لك؟ ما شفت لا والله. ما سمعتوه ما شفتوه؟ سمعت داني انه في كانوا يحكوا ايش كان في؟ انه في عناصر من حزب الله عناصر من ايران. وانت عمار انت شفت شيء سمعت شيء؟ لا ما شفت بس كمان سمعت. بس كان في عندهم مرابط، كان في عندهم مرابط مخصصه ما تدخل عليها انت؟ كانوا ياخذين منطقه انتم ما يخليكم تدخل عليها ولا ما كان؟ كان لها قطاع. ايش القطاع كان؟ كانوا بالحاره الشماليه بس يعني انا ما يخليكم تدخل عليها تدخل عندهم؟ لا ما ممنوع ما كان يخليكم. كانوا منعيكم تدخل عندهم هيك؟ وانت ايش تقول؟ اي كانوا منعنا نفوت لعندهم بالمره للحاره الشماليه ممنوع اي عسكري منه اي عسكري. مين كان متواجد فيها يعني الحاره الشماليه؟ ايران حزب الله ما بعرف بس ممنوع تسوي جوا الحاره الشماليه ممنوع منع فيه. مين منع امر من فوق ممنوع حد يدخل الحاره الشماليه؟ حد يدخل الحاره الشماليه. طيب ايش بتوجه كلمه؟ انت بتوجه كلمه للنظام؟ إيش توجه له كلمة بالشارع لازم الجيش السوري إيش يساري؟ تم ولا يترك ولا إيش يساري؟ الحقيقة إنه إحنا الحقيقة عكس ما بيحب. الحقيقة الشباب كما شو يعني أحسن معامل. الحقيقة ما حد غرنا، ما حد عزانا، مو عكس عالم تحكي. لا قبطية، لا في عالم من برا مثل ما فيكم 90% عالم من برا كلهم برا. لا حدا عملها بالشعب، هي في محل كمشت في مدنية، ما حدا حكي معي، ما حد ضري. وأنت يا عمار؟ قل النظام يكف بلاء حيجي ضرب وقصف ودمار قتل الشعب. والحكي اللي كنا نسمعه اللي قلنا بالجيش انه مرتزقه من برا البلد وما ما شفت شيء اي ما شفت عنصر من برا البلد كل من البلد بس يدافعوا عن شرف الارض. اول شيء كانوا يقولوا انه مرتزقه، اتضح انه ما انه مرتزقه بالمره، كلياتهم اولاد بلد، كلياتهم اولاد بلد وعاملونا احسن معامله، ومن قبل
النظام يكف عليها ويكف قصف حاج على الناس المدني حرام. حدا ميز بيناتكم سألكم إنه علوي مع علوي ما سني أو هذه؟ حدا ميز بيناتكم بالتعامل أو أي؟ نفس المعاملة. نفس المعاملة. نفس المعاملة. نفس المعاملة. أجيت لحدا أول ما أجيت لصلاح الدين للمقر صلاح الدين العقيد اسمه نبيل الدين. طلعت خمس أيام على حاجز. كنت مشهد أول شيء. بعد ما طلعت مشهد أحمد حالي طلعنا أجد محمد عنا للضباط 20 يوم. طلعنا عنا للضباط 20 شخص. طلعنا عنا للضباط 20 شخص. بعد ما طلعنا عنا للضباط طلعنا وزعونا حرس على الأداء. كان في شخص يأتي دائما يجيب معه أسرى اسمه محمد الديري. محمد الديري من وين هذا؟ من حلب. محمد الديري من حلب. معه هذا شو لجان شعبية؟ لجان شعبية معه عناصر كتير كلهم طوقوا بسيرة اثنين عند أي ضابط. كان يجي دائما أسرى ويطلعنا عند اللي هو يأخذ ما بعرفون يأخذ. أحيانا تجي من عسكري يأخذ ما حلو ويجي يأخذ. كان يأخذ كان يأخذ اسمه محمد الديري. كان معه مجموعة كاملة معه هي دائما تشرب بالتان تشرب كل شيء قدام العالم قدام الناس ما بيهم أحد. بعد منه طلعت على سكن الطارق بن زياد. بعد ما طلعت على سكن الطارق بن زياد طلعت أربع شهور. بعد ما طلعت 4 شهور بسكن الطارق بن زياد اجانا امر انه بدنا نرجع ننزل على اختصاصنا الدبابات. طلعت على الدبابات نزلنا على الدبابات قبل تطلع دبابة تي 55. قلت انا برفض مهمه اني اطلع تي 55 انا اختصاصي تي 72. قلت تطلع قلت ارفض مهمه قلت تطلع قلت العقيل علي غنوم قلت له ارفض. ليش بدي طلعوك على 55؟ ما في طواقم يعني؟ ما في طواقم على 55 كان 72 في قلنا لي بدنا 72 قال لا بدي على 55. قلت له انا ارفض كان معي ثلاث اشخاص قلت له 4 اشخاص قلت له انا ارفض في اكثر من واحد قال لي ارفض. اجى العميد بما خطور قال لا بدك تطلع. قال له هذا ابي اطلع قال له العميد سيدي هذا ابي اطلع. من ابي اطلع كل اللي سكتوا الا انا قلت له انا ما بطلع ما بعرف عليهم. قال لا بدك تطلع. قلت له سيدي ما بعرف اطلع عليها. قال لا بدك تطلع هلا في اهداف هون بدك تطلع عليها. بدك ترميها. قلت له ما بعرف. قال لي يا ابن الحرام. قلت له ماني ابن الحرام. مين اللي قال لك ابن الحرام؟ محمد خضور قائد عملياته بحلب هو. قال لي يا ابن الحرام. قلت له ماني ابن الحرام. قال لي بدك تطلع عليها وشغال عنك يا ابن. قلت له لا تقولها انا ماني ابن الحرام. قال لي لا اذا بدك تطلع ويبرع عنك. قلت له ما راح اطلع. ما راح اطلع ما بعرف شو اختصاص. قال لي لا في هدف ان بدك تطلع ترميهم. قلت له ما بعرف. قال لي تنزل على السجن يا حيوان. انت عميل انت يهودي انت اسرائيلي انت انت. اجت مرافقه ضربتني واخذوني على الشرطه العسكريه. بالشرطه العسكريه بعد شو كنت كاتب تقرير فيه اول يوم عزبوني بعدين حطوني بالسجن. حطوني بالسجن لك شهرين. انا صراحه بدعي كل انسان غش بالجيش العربي السوري انه غش انه مرتزقه وهيك. انا بدعي انه واللي لا يخاف لا حد يخاف. كلياتنا اهالينا كلياتنا عاملوا احلى معامله. انا بتمنى مني اني بس يرجعوا على صوابي ولا يخافوا من حدا. لا حد يخاف غير من رب العالمين من الله سبحانه وتعالى. ماشي. بدي اسالك سؤال اذا حدا عنده اي معلومه. الجيش النظام عم يتهم انه الجيش الحر ارتكب مجزرة اثناء اخر معركة بخان العسل ضد المدنيين. ما مصداقية هذا الكلام؟ هل الجيش الحر بالفعل ارتكب مجزرة بحق مدنيين في خان العسل؟ خان العسل ما كان فيه مدنيين لكنه موجودين عساكر خان العسل فقط. مدنيين كانوا طالعين. نعم مدنيين طلعوا خان العسل لانه يعني كان في معلومات الجيش الحر كان معلومات انه فيه هجوم خان العسل وتحاصر قبل فترة خان العسل قبل يومين ثلاثة من الهجوم المدنيين طلعوا. اثناء الهجوم الجيش الحر على خان العسل ما في مدنيين. ما كان مدنيين. هل كان لكم في خان العسل للجيش النظامي هل كان لكم معتقل بقلب خان العسل يعني معتقل لناس مدنيين؟ في كان شيء معتقلات بخان العسل ام ما في يعني سجن للجيش؟ ايه سجن. في عندكم سجن بقلب خان العسل شيء؟ لا اللي كان يدفعنا على الامن العسكري.
ياخذوها من العسكري. طيب شكرا.